يستقبل فريق النشوة المقر خصمه اليوم شبيبة القبائل على ملعب استاد مونيسيبال دو المقر في الجولة 30 من الدوري الجزائري. مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين، الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة. إذا ما عليك فضل الضغط بالزر والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديوهات الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت الجزائر والساعة 3 بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل تداعيات المباراة على قناة الجزائرية السادسة الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعم البلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق النجم المقر المستضاف مواجهة اليوم أو فريق شبيبة القبائل الضيفة الثقيلة اليوم؟ ونذكركم أن فريق شبيبة القبائل يحتل الرتبة الرابعة حاليا برصيد 48 نقطة، أما بالنسبة لفريق النجم المقر يحتل الرتبة 11 برصيد 37 نقطة. ونتمنى الحظ الموفق لفريق شبيبة القبائل للفوز في هذه المباراة والحصول على النقطة الثلاثة الغالية.